طبعا مراتك عشرة عمر، وانت لسه من شويه بتقول يعني تعبت ووقفت جنبك، وربنا يخليكم لبعض. اتعرفت عليها فين؟ اتعرفت عليها في هو انا واحد صاحبي عدايل، يعني متجوزين اتنين اخوات، كان هو كاتب كتابه وهو صاحبي، فرحت باركت له. لا لا انت هتاكلها يا اسطى من ذمتك. رحنا فندق كبير مش هقول اسمه، فهم بيحتفلوا بينا، فقالوا لي عاملين لك سيشن تصوير، فانا قلت لهم يا جماعه اتحركت يا محمود، هم فاكريني فنان كبير يعني. ما انت فنان كبير. فنان كبير اول فنان والله العظيم، انت قد الدنيا والله العظيم، انت قد الدنيا قوي، ده انت جامد. بس فالبراند كبير قوي، وانا بحب اروح اقعد هناك، فقالوا لي احنا عاملين لك المره دي سيشن. فانا سيشن ايه وزفت؟ انت قلت سيشن مع مكرونه حاجه كده مع بعض، فهم بيروقوا لي. فانا اخري يعني قاعد في السويت او بطلع على الشط اقعد بس. فالمهم بص الواد اتجنن، بص متصور ازاي مع الست باكل دماغها. لا تاكل يعني، ده سيشن المفروض عشان يعني بيرحب بيه والله جوازهم، عيد جوازهم مثلا. بتتحرج مني قوي، اصل انا مجنون خالص وهي هاديه خالص مفيش. فالراجل الولد وهو بيصورني بيموت، دي صوره من السيشن يعني. ده المفروض رياكشنك ده رياكشن رومانسي، ده رومانسي. ايوه ما هي هاديه جدا وهنا الدماغ طبعا قال له سيشن ومكرونه، مسحه حزن في عينيها حزينه على مستقبلها، على مستقبلها اللي راح بالظبط. اتجوزت واحد مجنون. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض. بس فهو يعني من خلال رحت يوم الكاتب الكتاب ده اتعرفت عليه، رحت في البروفو يعني ورايحين في داهيه، ورحت سلمت عليه فشفتها، فهو ايه قال لي ايه رايك ده في عروسه؟ قلت له عروسه انا مش ملاحظ مش واخد بالي. فلحد بقى مره في الثانيه واتجوزتها بقى لي كتير.